نتائج جيدة جاءت في البنك الأهلي خلال 12% نسبة نمو، ماذا عن الاستثماري والتشغيلي من هذه الأرباح؟ طبعا الاستثمار يمثل تقريبا يمكن 5% من هذه الارباح، والتشغيلي هو بالاحرى زادت عن نفس الفتره 22%، فاحنا ارباحنا يعني من العمليات الاساسيه زادت 22%. طبعا أنا أعتقد مرة ثانية هذا يعتبر إنجاز كبير للبنك. طبعا هذه النتائج تأتي في ظل شريك استراتيجي جديد وهو قطر فونديشن. نعم، وإحنا يعني نتطلع إلى ترشيحات قطر فونديشن لمجلس إدارتنا، والشراكة تنبني أكثر مع شريكنا الاستراتيجي. حدثني عن الودائع والقروض، ماذا عن الخاص منها والحكومي منها؟ طبعا القروض أكثر شيء، إحنا قروضنا من القطاع الخاص، وعندنا بعض القروض طبعا من الشركات الحكومية أو الجهات اللي تملكها الحكومة، ولكن القطاع الخاص أنا أعتقد إحنا قطع نشوط كبير معاهم في بنية محفظتنا للقروض. أما للودائع، فالودائع يعني مثل ما بينت لكم طبعا 25% تأتي من قطاع التجزئة تغطي هذه الودائع، والفرق هو من القروض الشركات الكبيرة الكيو كامبانيز مثل ما يقولون، هو تغطي قسم كبير منها وتدعم مو بس بنكنا، البنوك الثانية في ذي الموضوع. أعتقد في تركزات في بالنسبة للودائع بأساس أنه، بس هذه طبعا يعني الوضع مو بس في كل البنوك الإقليمية، حتى تكون في تركزات المودعين يعني، بس مدعومة من بس يعني مثل ما تقول مستقرة. ماذا عن كفاءة رأس المال ويعني اجتهاد البنك الأهلي لتحقيق متطلبات بازل ثلاثة؟ طبعا احنا نفكر في ان يكون في عندنا سيولة يعني على 5 سنين او شيء، وراح البنك يكون يدخل لاول مرة انه هو راح يدش السوق الاقليمي او العالمي. يعتبر لحد الان ما قررنا شنو الآلية او الاداة اللي ندش فيها السوق على اساس يكون لنا تواجد في هذا السوق، على اساس لمل او توازن مدد الودائع هذه في ذي الموضوع. بس إن شاء الله 2014 راح نبلش فيها على أساس نكون ملتزمين من الأوائل البنوك الملتزمة ببازل ثلاثة.